الاهلي عودنا ان احنا نخلص في عملنا، ما عندناش ان احنا نتعاطف في الملعب حتى لو كان النادي ده يعني بيتي او مكاني، لان احنا اتربينا على كده ما يعني في النادي الاهلي، وعملنا مباراه كبيره فبقول مبروك لمجلس اداره اسوان والجماهير اسوان المكسب الكبير، لانه ده مكسب تاريخي اول مره يكسبه الزمالك، والحمد لله بفضل الله يعني اتحقق معانا. والمباراه اللي قبلها مكسب 4-0، اول مكسب ليهم ايضا في الدوري 4-0، الحمد لله اتحقق معانا واعلى نسبه تهديف. فالحمد لله احنا يعني مع اسوان الحمد لله الامور لحد دلوقتي مستقره، لكن طبعا هاني النادي الاهلي ومجلس ادارته بقياده طبعا الكابتن الكبير كابتن محمود الخطيب، وهنيهم على طبعا حصولهم على بطوله الدوري. وان كان احنا مباراه اسوان مع الزمالك يعني جت يمكن في ماتشنا، فده شرف لينا ان احنا يعني، او انا عن نفسي طبعا انا والاهلاويه اللي موجودين النادي الاهلي ده بيتي، ان احنا نكون سبب ولو في فرحه للنادي الاهلي متقدمه حتى يوم، لان النادي الاهلي كده كده كان يحصل على البطوله. فالف الف مبروك للاهلي وجماهيره ولاعيبه النادي الاهلي البطوله. الف مبروك طبعا للاهلي يا كابتن. كابتن، في حد من جماهير الاهلي